مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج جولة رمضانية، والتي نصحبكم من خلالها بين مختلف مدننا وقرانا لاستطلاع أجواء الشهر الفضيل. جولتنا اليوم في مدينة عكا، كونوا معنا. كل عام وانتم بخير، كل الأمة الفلسطينية في كل العالم بنهنيها ونتأمل إن شاء الله السنة الجاية يكون في تواصل ويكون تمت الصلحة والموافقة بين شعبنا الفلسطيني. أنا بالنسبة للحلو، بالنسبة لي الحلو بالذات بعكا، هاي عمليا أبا عن جد عن جد يعني بتواصل وتوارد. ف الحلو يمكن بالاساس هو اللي كمان شجعني فنيا، اذا باجي بقول لك انه لما بنحكي على الحلو بنحكي على القطر باللون الاحمر زائد السمي باللون الاصفر، فستق الحلبي الى اخره، فتعايشت معي الالوان وتطورت معي الالوان، والحلو جزء لا يتجزا، هذا يعني بيجرب دمنا بالعيله. وبعكا معروفين احنا، والشيء المهم انه احنا كحلوانجية من أهل عكا الأصليين، يعني امتداد لرسالة لتواجدنا ببلدنا وإلى آخرين. أنت زي ما بتعرف من سكان عكا الأصليين اللي بنعدوا هني على الأصابع، فالكل بالمخيمات وإلى آخره، ولكن يمكن إحنا من خلال تعاملنا بالحلويات والوراثة خلينا نقول في هداك التواصل الروحاني مع أهلنا بالشتات. عكا أنا برأيي من أجمل المدن، يعني إذا أنا كفنان كيف بوصف عكا؟ بوصف عكا كفتاة نايمة على شط البحر، نصها برا ونصها بالماء. عكا مدينة حلوة، عكا برأيي أنا الشخصي عكا مش حجرتها، عكا البشر مش الحجر، عكا الإنسان، عكا من أجمل ما يكون. أجواء عكا كتير حلوة لأنه بعكا من عدة فئات بعكا موجودين، يعني أنت بتشوفي من عكا شبه مخيم يعني فلسطيني، يعني عندنا من كل الشتات الفلسطيني والتغرب الفلسطيني اللي جو داخل عكا، فهذا أعطى طابع مميز للمدينة. صار في الاختلاط اللي هو من خلال العادات والتقاليد وإلى آخره، فصار عدة أكلات وتطورت وإلى آخره، فأجواء عكا كتير كتير حلوة برمضان وبتحسي بعروبة عكا. عكا كان بزواريبها كان بأسوارها، ففكرت انه استغل هاي الزواريب هاي الحارات اللي اليوم هم عم بحاربونا، بلغوا اسماء حاراتنا في عكا كانت الشيخ عبد الله والى اخره بحطوا اسماء عبريه، لا احنا بدي اقول لهم لا هاي الحارات النا واحنا فنانين مبدعين واصحاب حضاره، فحول عكا وزواريب عكا ل يعني لملتقى الفنانين، ونيجي نقول لهم لا شعبنا بتذوق الفن، أطفالنا ممكن أولادنا أي عمل ينحط على الحيط يضل ما حداش يمد إيده عليه، فبتشوف الفكرة وإن شاء الله بتأمل إنه تنجح. حان الوقت الآن لنستطلع رأي الشارع في مدينة عكا، سنسأل الناس عن أجواء الشهر الفضيل هذا العام. يصير علينا خير وسلام ونحب بعض، واهم شيء محبه، اهم شيء محبه. كل عام وانتم بخير، السنه الجايه ان شاء الله تصير سلام على العالم كله ان شاء الله. ايش عم تعمل؟ بنسوي قطايف لرمضان. كيف الطلب على القطايف؟ والله هو الشغل ان شاء الله، ان شاء الله بكون 100. كل عام وانتم بألف خير، الله يحميكم ودرتكم لكل الجو اللي انتم فيه. عكا
كعنوان على مدى الأزمان كلها للأفراح وللمناسبات وإلى آخره. حتى الجو فيها مع انه مش زي ما كان زمان بس موجود وحميم، عشان هيك العالم بالليل تيجي على عكا عشان تقعد وتسهر وتأرجل وتكيف. رمضان شهر خير وشهر بركة ان شاء الله، الله بيعم السلام على الجميع وبيكون هذا دبال ان شاء الله. ام السلام على الكل، وكل العام كلهم بخير، كل عام وهن بخير. الحياة الهادئة والسعادة والاطمئنان. أحلى إشي بالأجواء إنه كلنا بنفطر، لما بنفطر وكل العيلة بتكون قاعدة على الطاولة وبنجتمع ونصير نحكي على رمضان وكلياتنا مفتخرين ونصلي. الحمد لله كل عام وانتم بخير يا جميع. احلى شيء رمضان عشان نجتمع كلنا العيله وكمان بنروح ونصلي. كل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم سالمين ان شاء الله. بنعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه وهدات البال. رمضان كريم. بلا شك بنحس انه الاجواء غير شوي، الاوضاع الامنيه والاجتماعيه والسياسيه كلها اوضاع هديت، وان شاء الله الشهر يكون خير وسلام علينا كمسلمين وعلينا وعلى اخواننا المسيحيين. زي ما انت شايف التجاره ماشيه كله تمام، ما تحسيش على قد الاجواء مشحونه زي باقي البلاد. رمضان الحمد لله منيحه، بس الواحد بحسش برمضان الا يعني بعكا، بحس اكثر باجواء رمضان بعد الافطار. بكون يعني العالم اغلبها باشغالها، واليوم مثلا يوم الجمعه اللي بكون بشغله، اللي بكون بالصلاه، اللي بدي يطلع على الاوتس، بتكون شوي البلد هادي يعني عشان تطلع كميات كبيره اليوم على المسجد الاقصى. يعني وصلنا الى محطتنا الاخيره في مدينه عكا، أترككم مع هذه المبادرة الخيرية في شهر الخير. شكراً لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. احنا مؤسسة عكا للثقافة والتطوير نشتغل على مدار العام بمشاريعنا اللي هي زي الحقائب المدرسية، الطرود الغذائية، الأضاحي في عيد الأضحى، ومساعدة عائلات مستورة على مدار العام. وبرمضان بالذات احنا بنشتغل عن طريق كمان لجنة الزكاة اللي هي بتجمع الصدقات والزكاة من المستحقة عليهم، بنوزعها على العائلات المستورة اللي هن بعكا يعني ما يزيد عن 200 عائلة مستورة. مؤسسة عكا هي مؤسسة قديمة جدا، لها مكانتها في مدينة عكا، وهي ليست مؤسسة موسمية، هي مؤسسة عامة تعمل على مدار العام على نصرة أهلنا في عكا بالذات من خلال عدد من المشاريع المباركة. اجتهدنا خلال الأعوام السابقة بالقيام بعدد من المشاريع، منها أو إحداها مشروع الطرود الغذائية الذي يأخذ حجماً كبيراً بالذات في شهر رمضان المبارك. وهذا من المعروف أنه إحنا في مؤسستنا في مسجد الرمل بالذات نقوم على توزيع الطرود الغذائية على مدار الشهر، مدار السنة في كل شهر، لكن في رمضان تصل المباركات أو تصل الطرود الغذائية إلى ما يزيد على 200 طرد غذائي، ولما يعني لوجود عدد كبير من العائلات من أصحاب الحاجة. حالياً إحنا حضرنا مشروع الطرود الغذائية، زي ما أنتم شايفين عندنا مشروع الطرود الغذائية، إحنا بنجمع قيمة طرد غذائي 200 شيكل. الحمد لله في تجاوب هذا المشروع عندنا، ونوزع ما يزيد عن بين 180 ل 200 كرتونة كل سنة بهذا التاريخ، وعلى مدار السنة احنا نوزع كمان كل شهر هاي الطرود. مؤسسة عكا ترعى مشاريع الأضاحي على سبيل المثال، مشاريع دعم الطلاب بالذات في فترة المدارس، لحوم الأضاحي في شهر في عيد الأضحى المبارك، دعم العائلات المستورة أصحاب الحاجات اليومية والعينية وهم كثر في مدينة عكا. فبهذه المناسبة يعني نحن ندعو أهلنا الكرام للدعم وللمشاركة ولنيل الأجر والثواب في مثل هذه الأيام المباركة.
أوجه رسالة إلى كل العالم عامة بكل أطيافهم وأجناسهم وأعراقهم، لأن رسالة رمضان ورسالة الصيام هي رسالة أمن وأمان وإسلام ومحبة إن شاء الله رب العالمين. فنهنئ العالم كله بهذه المناسبة الكريمة، دعينا الله عز وجل أن يعم الأمن والأمان على كل بلادنا إن شاء الله.